بونسوار، برحب بكل مشاهدي اي والال بي سي وين ما كنتوا عم بتشوفونا. صار وقت اللوتو، واكيد بدنا نقول حظ موفق لكل الاشخاص اللي اليوم اخذوا شبكات لوتو من مراكز ريبانات جو او حتى بعتوا على ال10 20 ارقامهم المفضله. خلينا اعطيكم فكره بالبدايه عن جوائز الليله. اول شراء من سحب 1557، مرتبه اولى اكثر من 454 مليون ليره، هيدا المبلغ قدامكم على الشاشه. مرتبه ثانيه فوق ال100 مليون، وبالنسبه لزيد الليله 45 مليون ليره. بذكركم انه الليله الاثنين 30 تشرين الاول 2017. قبل ما نبلش بسحب الليله بدنا نقول اهلا وسهلا بعضو لجنه الرقابه ومندوبه وزاره الماليه على اعمال وصحف روتو مدام ترازي مسلم. كيفك الليله؟ الحمد لله. كيفك انت؟ اخذ روتو؟ ايه اكيد. اوكي، فاذا حظ موفق لك كمان، والى مكانه اللوتو. طبيت عم تنخلط وتتحضر بانتظار الست مع الطابة السابعة الإضافية لسحب الليلة. أول طابة تسعة، طابة الثانية عشرين، تسعة عشرين، الطابة الثالثة تحمل رقم 14، الطابة الرابعة 33، هو الطابة السادسة للمرتبة الأولى رقم 1، 29، 14، 33، 15، 1، هول هن الطابات الستة للمرتبة الأولى. أما المرتبة الثانية تحمل رقم 29. إذن هول هن طابات سحب الليلة، وأكيد أنتم بهيدا الوقت عم بتشوفوا شبكاتكم. أشخاص كثير بنقوا أرقام عشوائيا، وفي ناس عندها أرقامها الثابتة يلي بتعتبرها أرقام الحظ تبعها. نحن بهيدا الوقت رح ننتقل للعبة جديدة، مش جديدة، لعبة ثانية. أكيد كثير منكم بيلعبوا زيد، بيدفعوا 1000 ليرة زيادة على الشبكة لحتى كمان يعلوا فرصهم بالربح ويربحوا يمكن من خلال زيد. خلينا نشوف شو هن أرقام زيد لليلة. أول رقم، بلشت المكنة تخلط الطابات، وأول رقم 5، 7، 1، 6، 5، 7، 1، 6، و5 عن جديد. والرقم الكامل لليلة 56175. أكيد برجع بذكركم لتكونوا مشتركين بزيد بدكم تكونوا دافعين 1000 ليرة، وإذا سقطوا هذا الرقم أكيد بانتظاركم جايزة قيمتها حوالي 45 مليون ليرة. نحن رح ناخذ بريك صغير مثل العادة، بهذا الوقت نحن بنعرف مين ربحان إيه أم لا، التابلويد كلها بتبين بعد البريك، لاقونا. لا، هيدا اكيد مديري بعت الايميل بده يسالني عن الرابور. كان لازم ابعته قبل ما امشي من البيت. انا من بين كل الايام اليوم علقت بالعجا. معلش معلش يا روقي، مش قصه، انا اكيد من معصب. بلا معصب، معصب ونص. قولك نجحت من شغلي؟ رح نجحت من شغلي. اذا انت كمان طموحه مثل رانيا وما رح توقفي تستعملي تليفونك انت وعم بتسوقي، يمكن احسن ما تسوقي. نقلي مع touchroadpartners.com. بالنهار بيكونوا ولادي معرضين للبكتيريا بكل شي بيدقنوا،
بس ما بخاف عليهم لأن هايجين دايما مرفقهم، حتى نحنا ما منعرف الجراثيم وين بتكون نطرتنا. من هيك خلوا هايجين دايما معلق معكن، لأن هايجين بتركيبته المتطورة وعطوره المنعشي بيقضي بثواني على كل الجراثيم وبيحميكن منها لمدة أطول. هايجين اهتمام تمام. بعت تليفون القديم على وائلكس بلا عمولة، لو بحب أحضر فيديوز مش دايما بتزبط على اللابتوب، فاشتريت تليفون شاشته أكبر بعد ما حطيت صورة القديم على وائلكس ببلاش، بعته قبضت من الشركاش خي صار في أحضر لساعات. نزل وائلكس أبليكيشن وبيعي اللي عندك لتشتري أحسن منه. كل مرة نفس القصة، ننبسط بالتيب الجديدة وبعد كم غسلة بتبلش تبهت وبيبين الفرق، وبعد كم غسلة كمان التيب بتتمدد وبتشط وما بتعود تنلبس. تيب عائلتي غالية وخايفة عليها؟ استعملي الداوني المركز يلي بنعم الألياف وبقويها وبيحمي التيب من البهتين والتمدد والوبر. أولك شو عم بيأكلوا هالولاد بالغربة هلا؟ يا الله كل ما أطبخ بشم ريحتهم. نبيل كان يحبها مع صوص سيالة كتر شوي الملح، وزينة كانت تحبها مستوية على الآخر ومع لحمة عوجة. تقبروني شتورة فروزن فود لقمة أم. عرض خاص مع كل كيسين شتورة فروزن فود كيس مجاناً. بدك ترجع الحياة لشعرك التالف مثل هالوردة؟ الفيف حققتها مع الفيف توتال ريبير 5 الجديد من لوريال باريس، بخلاصة وردة أريحة المجددة والسيراميد المعزز، قدرت معالجة أكثر ب 15 مرة تخلص من المشاكل الخمسة للشعر التالف. شعرك رجعت له الحياة، بيتجدد من الجذور حتى الأطراف. خمس مشاكل حل واحد. جديد الفيف توتال ريبير 5 من لوريال باريس. غير الالفيف واعطي شعرك التالف حياة جديدة لأننا منستحقه. بعت سيارتي القديمة على اكس بلا عمولة، صورتها حطيتها على اكس ببلاش وقبضت من الشركة كاش. نزل اكس ابليكيشن وبيعي اللي عندك لتشتري أحسن منه. ثلاث ثواني لتغطية كاملة للجذور. 3 2 1 اختفوا. جديد ماجيك ريتوتش، أول سبراي فوري لتخفي الجذور من لوريال باريس. ما بحب ألعب بالسيارات أنا، ولا مرة بكيد محل الألعاب كرميل سيارات اللي قديه حمرة. جيمز وما جيمز تضيع وقت. بحب أقرأ استزهار شجرتي يا شجرتي يا أحلى شجرة. صار فيني أخذ الواندر ويفر هلأ. واندر ويفر، ويفر هش محشي بكريمة البندق ومغطى بالشوكولا مغني. واندر ويفر طعمه بتعمل عجايب. معدلات الجريمة الإلكترونية عم بتزيد، أشخاص، مؤسسات وشركات عم تتعرض لخسائر مالية وابتزاز عبر الإنترنت. لتعرف كيف تحمي أشغالك، شارك بمؤتمر مكافحة الجريمة الإلكترونية التالي ب 29 تشرين الثاني، فندق فينيسيا بيروت. Because I'm never going to be able to look out into the wilds and see that pure beauty again. What is that? Fire's threatening homes and people's lives. ما بعرف إذا عم بقص عليهم. بدي أكون أحسن أم. عم جرب. بدرس. بحمم. نيم. اللعب عبيهم والتربية علي. إيهين؟ يطلعوني من التيابة. بس يا ريت بعرف هن شو بيفكروا. مالك؟ وقتها بكبر بدي صير مثل مامي. مام انا كثير بحبك وبعدك حصير شاطر بالماث. يعرفوا انه بتحبيهم ولانه بدك افضل شيء لهم بتعطيهم بابنز سيريال بارز. بابنز لانه بتحبيهم ولانه بيحبوا. ابي شو عم بقول لك؟ افضل يعتزل. انا مش عبد عند حدا وما حدا له عندي شيء. لانه قضيه حقيقه. اي حقيقه توني؟ احنا عايشين بهالبلد سيد توني، كلنا اخوة. لا مش كلنا اخوة فخمة الرئيس. بعت سيارتي القديمة على اكس بلا عمولة، صورتها حطيتها على اكس ببلاش وقبضت من الشركة كاش. نزل اكس ابليكيشن وبيعي اللي عندك لتشتري احسن منه. بتصرف اكتر ما بتقبض؟ معاشك بيتبخر مدري كيف؟ حاسس حالك مثل الاطرش بالزفة بعالم الارقام والمصاري؟ الحل
تابع برنامج فكر مالياً من مغبي بلوس اللي بيقدم لك معلومات وإرشادات لتدير أمورك المالية والمصرفية بشكل أحسن يومياً بعد الأخبار. بلان سولي بتقدم لك أفخر تشكيلة كشكافال من بقر، غنم ومعزي. لو كشكافال بلان سولي، أن غران كشكافال. وعندي عرس بعد نص ساعة، دخيلك بدي شي تعريناية كسوسو؟ ما بلش هالعرس؟ افيه وبلا يتجوزه. ريحة بونوكس الجديد ما قالك قلب تتركيا، لأنه بيعطيك نظافة، ريحة بتضاين ثلاث مرات أكتر وبسعر أوفر. صار فيك تهنيهم بالولد. بعت تليفون القديم على وائلكس بلا عمولة، لو بحب أحضر فيديوز مش دايما بتزبط على اللابتوب، فاشتريت تليفون شاشته أكبر بعد ما حطيت صورة القديم على وائلكس ببلاش، بعته قبضت من الشركاش. خي صار في أحضر لساعات. نزل وائلكس أبليكيشن وبيعي اللي عندك لتشتري أحسن منه. واو. شو سرك؟ أكتر من 100 سنة خبرة. هلأ سرة؟ سر سر صحة سعادة للزيار. رجعنا معكم لنتابع اللوتو لليلة الثانين 30 تشرين الأول 2017. قبل ما نشوف إذا في حدا ربح بالمراتب الأولى، أهم شيء بدنا نتأكد من أرقام الطبيت مع مدام سلم. تفضلي مدام سلم. صاحب لوتو رقم 1557 لليوم الثانين 30 تشرين الأول 2017. طابات الستة الأساسية بتحمل الأرقام 9 20 14 33 15 و1، والطابة السابعة الإضافية بتحمل الرقم 29. إذا هول هن الطابات لسحب الليلة. هول الطابات مرتبة أولى للأسف ما في حدا ربح المرتبة الأولى. بالنسبة للمرتبة الثانية في عنا رابح واحد، ألف مبروك لهذا الشخص أو الشبكة يلي رح تربح حوالي 88 مليون ليرة. المرتبة الثالثة في عنا 51 شبكة بيربحوا 946 ألف ليرة. المرتبة الرابعة 1146 شبكة بيربحوا 42 ألف ليرة. المرتبة الخامسة في عنا 16,071 شبكة بيربحوا 8,000 ليرة. ألف مبروك لكل هالأشخاص يلي ربحوا بسحب الليلة. من وين ربحت المرتبة الثانية؟ مكتب رقم 1708 ليبراري أفانتي بعرية. طيب دائما بقول انه ان شاء الله يكون هذا الشخص عم يحضرنا لحتى ينبسط لايف هيك من خلال شاشه ال بي سي اي والال دي سي بالجائزه يلي رح يربحها طبعا من قبل لليبانيز ديشو. رح ننتقل هلا لزيد، ولكن قبل ضروري نتاكد من ارقام الطابات مع مدام سلم. تفضل. صاحب زيد رقم 1557 تاريخ 30/10/2017. الرقم الرابح 56,175. هيدا هو رقم زيد لسحب الليلة. كمان بدنا نشوف هلا التابلو لنشوف إذا في حدا ربح المرتبة الأولى. أهم شيء
مرتبة أولى. واو ألف مبروك. في عنا شبكة واحدة أو ورقة واحدة رح تربح حوالي 45 مليون ليرة. الورقة يلي بتنتهي بالرقم 6175 بتربح 450 ألف ليرة. الورقة يلي بتنتهي ب 175 بتربح 45 ألف ليرة. والورقة يلي بتنتهي ب 75 بتربح 4000 ليرة. ألف مبروك. من وين ربحت أول مرتبة؟ مكتب رقم 2568 من هون من هون من عند باخس بقدمه. طبعا كل يلي بيكونوا على طريق قدمه وخاصه اللي بيجوا على ال بي سي اي بيعرفوا باخس. فالف مبروك. ما بعرف اذا في حدا ربح من عندنا هون شباب. شو لا لا ولا انا عاده بسحب من هون. طيب شو على كل حال الف مبروك للشخص يلي ربح زيد، ومثل ما قلنا 45 مليون ليره بانتظاره. الف مبروك مدام سلم. نعم. طيب اليوم مرتبة أولى من ربحت نهار الخميس، قدي رح بتكون المرتبة الأولى؟ بتكون حوالي 600 مليون. 600 مليون. نعم. حلوين. 400 ألف دولار مرتبة أولى بسحب اللوتو. المرتبة الثانية بتكون، نرجع منبلش لأنه اليوم من ربحت، بتكون تقريبا حوالي 100 مليون كمان. على طول بتكون المرتبة الثانية بتبلش من 100 مليون حسب الجائزة الكبرى. أها. طيب زيد سبيسيال ولا عادي؟ لا عادي، فوق 30 مليون. فوق 30 مليون. كم رقم صبت اليوم؟ واحد. طيب منيح. على كل حال ان شاء الله يجي نهار ونقول اسمك من بين الاسامي الرابحين. بالنسبه اذا لنهار الخميس مثل ما عرفتوا جوائز كبيره، 600 مليون ليره اذا المرتبه الاولى، المرتبه الثانيه حوالي ال 100 مليون ليره، وزيد كمان جائزه حرزانه. ما لكم غير التاكسو كل الارقام يلي بتحبوها او الارقام اللي عندكم الهام عليها، عيد ميلادكم، ما بعرف ارقام بتعتبروها ارقام الحظ تبعكم، مثل عيد ميلادي انا اليوم. مرسي بول. ثانك يو. كمان هون على فوق بدي عيد بناته لتوني مسلم التكنيشن معنا، بيستاهل انه نعيد له بناته. كريستي مسلم، جوي مسلم، وليا مسلم عم بيحضرونا. هابي بيرثدي لكم. اذا برجع بقول لكم انه لحتى تعلوا فرصكم بالربح ما لكم غير التاكسو، شبكات كثيره بكل مراكز لبنازي جو. ايضا فيكم تبعتوا على ال 1020 للاشخاص اللي معودين يبعتوا على سيلولار، وما بتعرفوا اي نهار انتم بتكونوا ربحانين معنا باللوتو اللبناني. باي باي.